وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور ثروت راغب، أستاذ هندسة البترول والطاقة. بداية وبعد التحية، يعني يعد قطاع البترول بوجه عام والغاز بشكل خاص يحمل أيضا أهمية كبيرة للاقتصاد المصري. كيف تساهم إذن زيادة الصادرات المصرية من الغاز في دعم الاقتصاد الوطني؟ طبعا حضرتك عارفه قطاع البترول خلال السبع سنوات الماضيه عمل طفره قويه جدا. يعني كنا بنقوم بعمليه استيراد الغاز المسال من الخارج، وكان ده بيكبر الدوله اموال طائله، ولكن الان من 2018 بقى عندنا في اكتفاء ذاتي، وده طبعا بفضل حقل ظهر. حقل ظهر طبعا ده يعتبر بيساهم اكثر من 40% من انتاج مصر من الغاز، اللي هو انتاجه دلوقتي 2.7 مليار قدم مكعب. تمام، احنا انتاجنا طبعا دلوقتي 6.8 مليار قدم مكعب، يعتبر انتاج ضخم جدا، بتوفر منه نتيجه اكثر من مليار تقريبا نكون بعمليه تصديره الى الخارج في هيئه غاز مسال للاتحاد الاوروبي وبعض الاسواق الاخرى اللي هي الجديده، لان مصر فتحت اسواق جديده جدا في موضوع الغاز. وجود الاحتياط الكبير في مصر وهو يتقدر ب 200 تريليون قدم مكعب في شهر المتوسط، ادى الى مصر تغيير الخريطه العالميه والغازيه على مستوى العالم. فبقت دلوقتي العالم كله دلوقتي بينظر لمصر انها تكون بعمليه استيراد الطاقه منها، وخصوصا الاتحاد الاوروبي. الاتحاد الاوروبي بدا دلوقتي ان هو ينظر لمصر كبديل او كيقوم بعمليه التصدير ولو نسبه غير بسيطه، بحيث ان هو يغطي النقص اللي عنده من الطاقه خصوصا في فصول الشتاء القادمه. فده طبعا وجود هذا الغاز الضخم وهذا الانتاج ادى الى زياده الدخل للدوله، وزي ما اشرت تقريبا اكثر من 8 مليار قدم مكعب. احنا كنا من السنه اللي فاتت بنتصدر 6.8، اخر السنه دي هيبقى 8.3 مليار طن، مليون مليار طن يعني متر مكعب. تمام، وبالتالي ده يعتبر نسبه عاليه جدا من الانتاج في عمليه انتاج الغاز وتصديره الى الخارج. ده طبعا ما جاش من فراغ، طبعا عمليه الانتاج وعمليه الديفلوبمنت وعمليه اللي هي تنميه الابار اللي دخلت الدوله، دخلت من اكثر من 34 مشروع تنميه حقول غاز. نعم. في الدوله تمثل في حقل زور، تمثل في حقل نورس، تمثل في حقل شمال الاسكندريه، المنطقه قناه ام بي وليبر وزيزه، وكل هذه والدلتا، كل هذه المساحات الضخمه من الغاز ادت الى تعظيم الغاز الى مصر، وادى الى تصديره وعائد الدوله منه. نعم، الاتحاد الدولي للغاز أكد أن مصر تشهد ثاني أعلى زيادة في حجم صادرات الغاز المسال على مستوى العالم. هل نستطيع القول بأن مصر تسير بخطى ناجحة لأن تصبح مركزا للطاقة في الشرق الأوسط؟ تمام يا فندم، طبعا مصر دلوقتي تحتل المركز 19 عالميا في إنتاج الغاز، ويعتبر الثاني إفريقيا بعد الجزائر في موضوع الغاز. مصر طبعا الحاجات دي كلها ما جاش من فراغ، احنا عندنا عشان مصر تكون مركز اقليمي للطاقه في عندنا عوامل كثيره جدا، اهمها اول حاجه هو موضوع الانتاج الغاز الضخم الاحتياطي الرهيب اللي موجود عندنا في حوض البحر المتوسط. عندنا محطتين الاساله في ادقوا دمياط اللي هم حاليا بيشتغلوا بالطاقه الانتاجيه بكفايه 100%، ما كانش عندنا اصلا 2015 ما كانوش شغالين لان ما كانش عندنا انتاج ضخم. فدلوقتي هم شغالين بالطاقه الانتاجيه العليا، وبالتالي بتستقبل الغاز المصري والغاز من الدول الاخرى زي مثلا اسرائيل، زي لبنان، زي اي دوله من دول حط تحت 23، ويكون بعمليه تسهيله عندنا وتصديره للخارج. فدي كلها عوامل، طبعا مع العوامل اللي موجود الامان، موجود البواني البحريه، ده كله ده ادى الى عمليه انها تكون مصر مركز اقليمي للطاقه ولها المرتبه العالميه في انتاج الغاز 19 والثاني افريقيا، وبالتالي طبعا ده ادها ان تكون مركز الطاقه عالميا. نعم، عبر الهاتف الدكتور ثروت راغب، أستاذ هندسة البترول والطاقة، شكرا جزيلا لك.